السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع دريم استوديو، وهو فيه ميزة جديدة ان هو فيه هيستوري، ان انت تشوف الاول اللي انت كتبتها قبل كده والصور اللي انت عملتها قبل كده، وفي نيو موديل ورابع هيعمله كومبوز. طيب خلينا نبص كده. هي نفس فكرة الميد جورني، الموديل اللي هتختار هنا. تعال نعمل لوج ان، دي صور كنت عملتها قبل كده، قلت له عايز قطة راكبة موتوسيكل. طيب الموديل تبدأ تختار الموديل اللي انت عايزه، وليكن مثلا ستيبل ديفيجن مثلا اهوت، والستايل هتلاقي ستايل كتير جدا، اختار الحاجة اللي انت عايزها. البروميت اكتب اللي انت عايزه، نيجاتيف بتكتب الحاجة اللي انت مش عايزها، يعني تلاقي لك حاجة في الصور مثلا برج مثلا او عربية فانت عايز تشيلها فتقول له اشيلها. ابلود ايمج لو انت عندك صورة عايز تعدل عليها فبترفع له الصورة من هنا. عايز كم صورة والسكيل بتاعها قد ايه، هيبقى يعني كده مثلا واحد لواحد طول العرض زي بعض. طيب تعال نقول له ايه، احلم دريم، نشوف هيطلع لنا ايه. وقريب هيضيف خاصية اسمها اديت، ان انت تعدل في الصور، وان انت تبقى صورة صغيرة فيعمل لك تكبير ليها من غير ما يبوظ الجودة بتاعتها. عمل لك فيل اهو، وده نطيره. طيب تعال نديله امر تاني ونشوف هيطلع لنا صور ازاي. ممكن تاخد وصف موجود في قصة معينة وانت مش عارف تتخيلها، تبدأ تحطها وتبدأ يديك التخيل بتاع الصورة ديت. عمل لي صورة التنين. وممكن نفس الامر بس تغير الموديل هنا يطلع لك حاجة مختلفة تماما، او تغير الستايل يطلع لك صور مختلفة تماما. فانت مع الوقت هتشوف اني موديل اللي انت بتحب تشتغل بيه، واني ستايل اللي هو انت مبسوط معاه حسب المواضيع. يعني ده كوميك بوك فمش هيجيبها حقيقية. الاوامر هنا مختلفتش خالص، البرومت مختلفش، اللي اختلف الستايل والموديل، رجاله صور مختلفة. طيب خلينا نشوف ستايل مختلف تماما. عندك لاين ارت ده كده يطلع مختلف، 3 دي موديل. جابها لك بالشكل ده. هسيب لكم رابط الموقع اسفل الفيديو، ولايك شير.